السلام عليكم احمد او شونجكس بونجو، اخيرا بعد مده طويله عدنا اليكم بقصة جديدة. في البداية حاب اقول لكم شكرا يا جماعة على الدعم اللي يجي منكم في المقاطع الشاطحة، سواء فلوق سواء قصة طيب والله نبدا باي شيء. الحلاقة ما عليكم منها، اللي متابعني على الانستا وتويتر يعرفون السبب والسالفة ايش. سحقا لذكريات تقاوم النسيان. هجت معي اقرع ولا حلك كذا خلاص. طيب وش عندنا يا احمد اليوم؟ ما نبي نسولف ونبعد عن المحور الاساسي. يا جماعه الخير، في بداياتي ايام الابتدائي وبالذات في اول 3 سنوات، اول وثاني وثالث، كنت انسان عاقل جدا، انسان ما احب التنمر، انسان ما يدور مشاكل. حلو حلو. لكن حصل معي موقف راح نتكلم عنه اليوم، وراح نتكلم قبل الموقف هذا عن السبب اللي هو صبغة شعري. ايش سالفة صبغة شعري؟ خلونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل تقريبا 15 او خلينا نقول 13 الى 12 سنة، ايام ما كنت بثاني او ثالث ابتدائي، في احد الايام الطبيعية يا جماعة الخير، كانت في جمع عائلية عند بيت جدتي. حلو ممتازين. الجمع العائلية هذه يجي الخال والخالة وعيالهم الصغار، تمام؟ لكن اللي ما تعرفونه بقول لكم ان بيت جدي وجدتي كان عبارة عن بيت جدي هنا وجنبهم على طول لاصق فيهم بيت خالي، تمام؟ فاهمين؟ ممتاز. ففي يوم من الايام كنا جالسين عند جدتي، حلو؟ جدتي جالسة على الكرسي الله يطول في عمرها ان شاء الله، واحنا جالسين عندها تحت، وكان جنبي مين؟ 2 تقريبا من عيال خالي و2 من بنات خالتي، تمام؟ الى الان حلوين، الى الان الامور طيبة وطبيعية، الى ان طلع الامر من جدتي وهو الامر التالي. قالت لنا بما فيه معنى، انا ما اذكر النص بالضبط لكن اذكر الطلب، كانت تطلب مننا ان احنا نروح عند بيت خالي اللي جنبهم، اللي بينه وبينهم حوش وباب تفتحه يدخلك على البيت، تمام؟ اطلبت مننا ان نروح النادي خالي او ناخذ منه غرض معين، ما اذكر ايش كان بالضبط، وقالت يا عيالي مين اسرع واحد فيكم اللي بيقوم يفز الحين يناديه ويجيني بسرعه. هنا كان القرار اللي والله العظيم لم اوفق فيه. قامت واحده من بنات خالتي، هذه الوحده يا جماعه الخير اكبر مني بسنتين او 3 سنوات وامتن مني، طيب متينة شوي، يعني كانت يعني متينة شوي، طيب وانا كنت فطفوط صغير كذا اجنن، انا مسكين. بوريكم صورة لي تطلع لكم، يعني ان شاء الله اني اطلع، تدرون ما بطلعها هنا، بطلعها هنا مغمش. تبي تشوفها تعال انستا، ليه ما تتابعوني على انستا يا اخي؟ تابعني وبتشوف الصورة. انا كنت انسان كذا مسكين وردي اليف، ما ازعل احد، ما اتحرش باحد، لكن هذيك المرة جتني شعور اللي انا اللي بروح اخدم جدتي وبروح انادي او اجيب الغرض ايا كان من بيت خالي. اول ما قالت مين اللي بيروح ينقذ ويجيبها، لقيت بنت خالتي اللي اكبر مني ونقص انا، وفتحت الباب وقام الماراثون العالمي، سباق الركض، السباق الايش الايش يا جماعه، اللي لا اللي قدامك يوقف بيطير. حلو، كانت هي متقدمه علي لكن انا كنت اسرع منها بسبب الحجم شوي، كان اللي قدامي كان شوي كذا، وانا كنت فهمت انا سريع اتغلغل واخش بسرعه. قعدنا نتسابق ونركض انا وياها فقط، ركض مع ضحك هستيري، ها ها ها، فاهمين الضحكات الهستيريه اللي وراها ركض اللي انا بسبق لا انت تسبق، فهمتوا علي؟ طلعنا من الحوش اللي 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 اللي, اللي في جدتي ودخلنا على السيم الضيق اللي قدامنا الباب الحديدي اللي اذا فتحته تدخل على طول على بيت خالي. ممتازين ممتازين. اول ما دخلنا السيب الضيق اللي ما يشيل الا نفر واحد طبيعي، لكن هناك كان في نفر ونص، ما كان في نفر طبيعي واحد، فكان يعني ضيق جدا، وكان السباق حامي وتقريبا تقدروا تقولون ان احنا متوازين على محور السيب، تمام؟ شوي ندخل في الرياضيات بس مو مشكله، ركز معي. جلست اركض بكل ما اوتيت من قوه وهي تركض جنبي وقاعدين نركض الين ما قربنا من الباب. اول ما قربت من الباب ادرك احمد ان الباب ما يشيل الا نفر واحد يدخل منه. فقلت انا اللي بدخل اول، الباب كان مرتفع شوي عن 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 السيراميك وباب حديدي. في اللحظه هذه انا كنت يسار وهي كانت يمين، والباب ينفتح يا اخي مو لازم تعرفوا كيف، ما اعرف ايش يعني، ما علينا. اول ما وصلنا عند الباب، تمام، انا جيت ابي ادخل من الباب وهي تبي تدخل. فاللي صار في هذيك اللحظه انه جاني يا جماعة الخير كتف قانوني، والله انه مو قانوني، انه كتف الموت، هذا كتف الموت، اذا قالوا كتف الموت هذا كتف الموت، جاني كتف الموت مع دخلتي مع الباب دفة، طبعا بدون قصد، هي السالفة الموضوع سباق، جتني الدفة هذيك اللي والله ما انساها الى يومكم هذا.
من 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 اختلال سرعتي وقوة الضربة المعاكسة حقة الكتف هذا اللي كتف الموت. ايش صار في خويكم الصغيروني اللي والله انه مسكين ويجنن؟ ها صقع راسي من هذه الجهة في حافة الباب الحديدي. راسي يا جماعة الخير صقع في حافة الباب الحديدي وعلى سرعة وما كان في أحد عندنا. أول ما صقع راسي على الباب ما أذكر التفاصيل، ما بأكذب وبأقول إني قمت وشفت كذا، لا أول ما صقع راسي كل اللي أذكره اللي خبري خبركم صايح تنادي الشباب من اللي في البيت الثاني. أسمع صيحات وانا باقي ما حسيت بالالم، الادرينالين عندي جالس الظاهر انه يعني قاعد يتوتر. ايوه الادرينالين قاعد يبخ. اول ما صاحت مين اللي جاني؟ شغلتنا سوناري الله يستر عليها، جت سوناري احفظوا الاسم، وتمسكني سوناري وتشيلني والمنقله دخلتني ببيت خالي وصلاح وصيح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، وتركوا فيني داخل البيت. والاوضاع الان كل توتر توتر كذا، البيت كله توتر زعزعه، البيبان قاعده تتفتح، الدرايش من فوق تتفتح، العالم كلها ايش فيه ايش صاير. جدتي قامت من مكانها، العيال الصغار طلعوا، امي انجنت وجهها جنون العظمه، ما ادري جنون لا مو جنون البقر ما يصلح كذا، جنون جهه جنون. حلو اول ما دخلت بيت خالي هنا انا بيت اتذكر بالضبط ايش صار، حطوني عند المغسله يا عيال يا بنات ويا شباب، وجسمي وجنبي هذا جنبي اليمين الان. طبعا لو تلاحظون شيء، انا الجهه هذه عندي محالقها بمكينه طيب، لكن الجهه اليمين ترى مو مكينه، هذه لدرجه اني انا مخفي عندي هنا شيء بقول لكم التفاصيل، انا بتفهمون الشيء من الاسرار اللي انتم ما تعرفون عنها. عموما مالكم بالطويله، دخلوني حطوني عند المغسله، اول ما شفت راسي عند المغسله وطالع تحت كده وانا اصايح يا جماعه، طبعا قعدت ابكي بهزع، اطالع المغسله لونها احمر دم، والله دم يا عيال، دم دم دم، شلالات دم، سفك دماء هناك صار في المغسله هذيك الله لا يعيدها من ساعه. قعدت اصايح والشغاله قاعده تشيلني، الا اشوف امي داخله علي وتصايح امي، خفت زياده الا على دخلت خالي. خالي هذا دخل علينا وشاف الموضوع، طبعا ببيته كان كل الاجراءات الاسعافيه كانت المعفنه كانت ببيت، لان ايش؟ ما في اي عمليه يعني، ما يقدر نجيب اسعاف، اسعافات اوليه، الوضع حرج جدا، راسي مفلوق من هنا، انتم فاهمين علي ولا انتم مو فاهمين علي ولا ايش؟ فاهمين صح؟ حلو. اتمنى انكم مركزين معي الان، حلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صياح وصياح في هذيك اللحظات يا جماعه، جميع اذكار المسلم اللي حفظتها لي امي في سنواتي في الروضه والابتدائي طلعت. والله العظيم ان هذا شيء بعد ما مرت على الحادثه وقت تذكرته واستانست مره، ان في الازمه هذه عشان كذا يا جماعه لازم تحفظون اذكار، ويعني قدر المستطاع انك اذا جاك زي المواقف الشخص الوحيد اللي ترجع له ذي الموقف رب العباد. اسمع قعدت اصايح لا اله الا الله، احسب اني بموت، قاعد اتشهد على المغسله يا جماعه، انا ماشي على المغسله قاعد اتشهد وجهي كله دم وموي. اللحظه هذه اللي غسلوا راسي فيها تجي امي تمسكني بزي الخرقه او منديل حاطته على راسي وشلتني، وياخذني خالي محمد مع امي ويدزوني يركبوني السياره، وانا صياح وشهاده والله اكبر وسبحان الذي سخر، كل الادعيه اللي موجوده في كتابه في حسن المسلم ذكرها استاذ احمد في اليوم الفلاني. مالكم بالطويله، طلعنا من البيت وانا جالس الى الان اصايح يا جماعه، والجهة هذه كلها قاعدة توجعني ودميان، وأنا خايف، أكثر شيء خوفني الدم، لأن أنا ما كنت أحس بالضربة حزتها، لأن في شيء في الجسم يفرزه ما أدري وشو، اكتبوا لنا على البروفيسورات السواحات اللي في الكومنتات علمونا وشو هذا اللي يفرز الجسم عند الضرب والإصابات. فمع الإفراز هذا الألم شوي عندي ما كان هو العامل، أنا كنت شايل هم الموت، والله العظيم إني كنت شايل هم الموت. اللي صار إنهم شلوني وقدروا يودوني المستشفى اللهم لك الحمد. دخلت مستشفى، دخلت غرفة العمليات اللي فيها الدكاترة كلهم يجتمعون على الصياح، اجتمعوا وأنا في هذيك اللحظة والله يا عيال إني كني أذكر موقف الآن، قاعد أطالع بخالي قدامي وأمي جنبي وأقعد أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وصايح بالصياح، وما أدري إيش صار بعدين وقتها، والله ما أخفيكم ما أدري إيش صار. اللي أذكره إنه قدروا يخيطون راسي، ايوه تذكرت خيطوا راسي يا جماعه بدبوس وخيط، قفلوا الفلقه اللي بالراس عندي في المنطقه فلقه، وغير هذا كله انهم كفنوا لا شرططوا فهمتوا؟ يعني تلصق الراس عندي طيب وتدبس. انا صرت الحين دباسه هنا في الراس، اوكي؟ يعني صرت شوي يعني راسي مشصي يمين، فهمتوا كيف وضعي الان؟ حلو. مر هذاك اليوم ورجعت البيت
ومر يومين ثلاثة أربعة تقريبا أسبوع فكيت الشطرطون هذا مدري العصابة مدري عصابة إيش اللي على راسي الشرط الأبيض اللي ينحط على راس المصاب. ولكن وهنا السالفة اللي أنا فتحتها اللي متعلقة في بداياتي في الدراسة. إيش السالفة؟ يوم شلوا على راسي يا جماعة اللفة الجهة هذه من راسي ما فيها شعر، انشل الشعر اللي فيها وفيها خيط وزي الدبوس أو زي شيء ماسك عني المنطقة دي عشان تتلحت. فهمت؟ المصطلحات عندي شوية مضروبة يا جماعة معلش، ما أدري وش المصطلح السليم، فأنا بالإشارة بشرح إذا ما فهمت. المهم بعد مرور أسبوع أو أسبوعين الفترة اللازمة اللي كان يحتاج فيها هذا وقت عشان يبدأ يعني أقدر أشيله فكوا من راسي اللفة، وصلت أمي لمرحلة أنها لازم تفك من راسي الخيوط عن طريق مقص. فخذت مقص وقصت الخيوط اللي موجودة براسي، فصارت عندنا مشكلة الآن. راس خويكم بالله اللي تشوفونه أمامكم الجزء هذا ما في شعر، شعر كده فيه جزء يعني ألف راسي كده تشوف هنا بياض وباقي شعر بسبب الخياطة اللي صارت لي براسي. حلو، أنا كنت إنسان يعني تقولون صغير في السن ومرحلة ابتدائية ما أحب أروح بهذا الشكل للمدرسة، كنت في مدرسة أهلية فكنت جدا خايف من روحتي للمدرسة لأني كنت موقف أسبوع كامل أو أسبوعين. جاء اليوم اللي اتخذت فيه قرار غير كثير من شخصية أحمد. جاتني أمي قالت أحمد أنا عندي لك حل ممتاز جدا، هو حل معفن. وشو يا أمي الحل؟ قالت اسمع أنا راح أصبغ لك المنطقة هذه، إيش رأيك؟ قلت يعني ما راح يبان الشعر اللي مو موجود هنا؟ قالت لي ما عليك أنا أضبطك أسوي لك تضبيط ممتاز وألبسك كاب وأمور كلها تصير طيبة. قلت والله، قلت يلا والله عشان تروح المدرسة وتكمل عشان ما تعيد السنة. قلت طيب. وهنا بدأ يا جماعة قرارهم. جاتني في اليوم اللي اتفقنا فيه تصير عملية الصبغة، وتلفني بسفرة وتجلسني على كرسي والله ما أنسى، وتجيب لي طاسة أنا توقعت إني بلقى لون أسود ولا بلقى شيء، جابت لي يا أخوان في بعضكم ممكن ما يعرف في بعضكم جابت لي شيء اسمه حنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول حني راسه، أوكي هي سنة، لكن أنا ما كنت أدري الحنة وش كيف طريقتها. تطالكم صورة إن شاء الله اللي فيها الحنة وتفهمون وش أقصد. خذت الحنة هذه، طبعاً الحنة المتعارف عليه إن العجائز يصبغون يدهم يعني يحنون يدهم ويحنون رجلهم، لكن أمي الله يجزاها خير سنفرت لي الرأس من فوق من هنا. اي والله انا سنفرت الراس، خذت الطاسه معها الحنه وتدلك شعري كله وتلبس تحط زي السفره كذا فوق وتغطي لي الجهه هذه. انا الى الان ما ادري ايش السالفه. بعد مرور الوقت اللازم بالساعات عشان شعري يبدا يمسك اللون اللي فيه، وخلته كله نفس اللون عشان ما يصلح جزء ملون او فيه غمقه وجزء اسود يكون كذا في اختلاف بالراس ايرور ما يصلح. في الحاصل انها فكت عني السفره هذه، تروشت خلصت ورحت ابي اشوف وجهي. اول ما رحت ابي اشوف الشال على الصار على شكلي، طالع يا جماعه ان هذا مو احمد اللي احنا نعرفه اول، لا لون الشعر يا جماعه يعني ما ابغى اقول الكلمه اللي صار بني على، فهمتوا الوصف اللي في ريحه مو حلوه، شعر خايس. زعلت مره من الموقف هذا ومن ان شعري تغير لونه، وخفت زياده اني اروح للمدرسه، ما ابغى اصدقائي واصحابي يشوفوني وانا محني شعري بيطق تقول علي بيضحكون علي. اوكي هذا كنت متخوف منه الشيء. قالت امي ما عليك البس كاب، ايش رايك تلبس كاب وتروح؟ قلت خلاص طيب بلبس كاب وبروح، لكن ترى والله العظيم اني زعلان مره ووضحت لها اني مستاء حتى اني رايح بدون نفس. قالت لي طيب ومعليش وعادي وبيتغير لون بسرعه خلي الشمس تسقع، واعطتني من الكيس الموجود واللي طبيعي الام يعني حنونه على ولدها فما تبغاه يتضايق فقالت انصحني. فجاء اليوم اللي اداوم فيه كان تقريبا يا جماعه ثالث او ثاني ابتدائي والله ما اذكر، والى يومكم هذا ما انسى ذيك الايام. اللي صار في يوم دوامي الاول، فكنت جالس بالفصل وتحمدوا لي بالسلامه الشباب اللي انا اعرفهم اصدقائي والمدرسين وكانت الامور طيبه، لكن في شيء غريب بحت انه كان صيف احمد لابس كاب شتوي، فاكيد ان احمد مخبي شيء براسه. مين اللي قاعد يقول كذا؟ المعفنين اللي كانوا معاي بالفصل واللي ماخذين الوضع في الدراسه طقطقه وزحف وتنمر. انا كنت ماني حق مشاكل يا عيال، والله كنت اليف، كنت قطوه صغيره اجنن مو حق اذيه ابدا. اللي صار من اول ما جلست الين تقريبا الفسحه في اليوم الاول الاحظ اني اسمع الناس تتكلم وتتلفت تطالع فيني، تتكلم وتتلفت تطالع فيني، انا ما ادري هم ايش يبون يسوون، والله العظيم ما ادري ايش كانوا يخططون علي انا يا المسكين. مرت الحصه الاولى والثانيه والثالثة، بس كانت الرابعة تمام او كانت الثالثة ما اذكر، وانا الى الان اشوفهم قاعدين يقولون كلام عني بس ما ادري ايش. انا مسح اليوم الاول وخايف مو عاجبني شكلي نهائيا. ايش تتوقع انهم كانوا يعني يتكلمون او يفكرون فيه؟ في بعضكم عرف، طيب اذا انت عرفت انت انسان خبيث، انت انسان حق مشاكل، انتبه الدنيا دوارة. المهم
جت الفسحة، طلعت خذيت أكلي، جلست أسولف مع واحد من أصدقائي. جاني واحد من الناس اللي أكبر مني سناً بسنة واحدة، والله يا عيال ويا جماعة إني ما أعرف الشخص ولا يعرفني، لكن سبحان الله اللي سلط ربي علي ذاك الفتوط الصغير راعي المشاكل أسوسه إبليس المعفن اللي والله إني مقهور إلى يومكم هذا. جاء عندي وقف قدامي طالع فيني أعطاني ابتسامة وسحب من راسي الكاب وفقع. أول ما سواها كانوا جنبي تقريبا أو قدامي ثلاثة أو أربعة يطلعوا من بعيد، واضح إنهم هم اللي معلمين أو قايل يروح يسوي الحركة هذه، ويضحكون ضحك هستيري يضحكون علي. أنا في اللحظة هذه انجرت، ما عاد عرفت أتملك نفسي وأركض زي المجنون ألحق هذاك، طبعا أكبر مني سنا، قعدت ألحق يا عيال وأنا فيني الدمعة والقهر، والله العظيم إني كنت مسكين، والله يا عيال اللي ما أكذب عليكم من هذا اللي صار. قعدت ألحقه ويركض ويضحك بالفسحة ويركض وأنا 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 راسي ما أدري كيف جاي كذا صبغة مع لون الشمس مع لمعة كذا في سمكرة ما أدري إيش صاير عندي، فهمتوا؟ وقعد ألحقه وقعد يضحك ويهرب، كان أسرع مني وأطول مني هيت الزمان ويعود يوما، مقهور والله مقهور ليومكم هذا يا عيال. قاعد يهرب قاعد يهرب وشافني خلاص وصلت المرحلة اني وصلت اني مرحلة اني ببكي، كنت ببكي يوم شافني كنت ببكي ورمى علي الكاب وراح اجلس، خذيت الكاب البست وجلست هناك وانا زعلان مرة متضايق. رحت رجعت البيت وقلت لاهلي اللي صار، قالوا طيب راح نكلم. جاء اليوم اللي بعده ما ابغى داوم ما ابغى داوم ما ابغى داوم ما ابغى داوم، داومت طرقا عن خشمي بسبب الوالد القائد الله يطول في عمره. رحت المدرسة جلست اليوم اللي بعده يا جماعة وما كلمني ولا كلمت، لكن جاني علم ان ابوي تواصل مع الاداره وكلموا الطالب هذا وحلوا المشكله. جاء اليوم اللي بعده يا عيال وقت الصلاه جاني الولد نفسه مره ثانيه وانا قاعد اوضي، سحب من راسي للمره الثانيه الطاقيه او الكاب وجاي ابغى يهرب وشافني صيحت بصوت عالي ورماها علي وهرب. من هذا الموقف اللي صار لي والحدث هذا اللي جاني انكسرت من شخصيتي شوي مع زملائي ومع الناس اللي معي في المدرسه، صرت استحي ما اكلم لين ما يرجع وضعي الطبيعي. اني تعرف اللي تعرف اللي يعني شينة يضحكون عليك وانت مو يعني مو بيدك شيء يا اخي، مارك ام بعد صغار ما يدرون، لكن يعني انتم فاهمين. مرت الايام مرت الشهور رجع شعري طبيعي، خلص الترم حلو. جاء ابوي شاف وضعي مو طيب قال احمد بنقول لكم من المدرسه، والله يا جماعه ما اكل بحرف واحد. كنت رافض، ليش رافض؟ لاني خايف من اللي صار لي يصير لي مره ثانيه باي حاله من الحالات. قال يا احمد ابى انقلك وراح اوديك مدرسه حكوميه، هو يبغى يوديني مدرسه شديده ها عشان الشوارب فيها طلعت تطلع على رجال. معلش شباب اذاني ابوي ووداني عند مدرسه ومو باي مدرسه، مدرسه اللي يدرس فيها الصف حقي والصفوف العليا اللي رابع وخامس وسادس، مين تتوقعون؟ عمي اخو ابوي الصغير. يوم قال لي ابوي ان عمك هناك تشجعت زياده هنا، يوم قال لي ابوي ان ولد عمك الكبير هناك تشجعت زياده هنا، بدت تجيني شجاعه. قلت طيب في اللحظه يا جماعه اللي تم فيها نقلي للمدرسه هذيك صف رابع ابتدائي، دخلت على مجتمع او على الطلاب 180 درجه مختلفين عن اللي كنت عندهم. اللي كنت عندهم كانوا يدومون بثياب بدل عادي، مدرسه اهليه الوضع فري فيها وكنا صغار، لكن في المرحله العليا اول يوم دوام او ثاني ما اذكر متى داومت، نقصت انا ترى الان لمده طويله من الزمن بعد الجلسه الصيفيه، دخلت يا جماعه الاحظ ان الوضع كله ثياب وغتر ثياب وغتر، انا الوحيد اللي ثوب عادي. بديت احس الوضع بدا يختلف علي، الوضع بدا يعجبني، الشخصيه عندي بدات تحاول تتاقلم مع الاصدقاء الجدد، تعرفوا علي الطلاب، عرفوا من اول ظهور لي ان انا احمد ولد المدرس الفلاني اللي له هيبته بالمدرسه. امسي عليك ابو نواف عمي حبيبي تاج راسي سمي عمي احمد. حلو حلو، ما بيدخل بالسوالف حقت هذه المدرسه والمرحله العليا من نقلتي للمرحله الابتدائيه، لكن ابي اقول لكم ان في احداث صارت وتغير في الشخصيه وتغير في اسلوب النمط، فاهمين علي؟ الشخصيه عندي تغيرت. ليش؟ لاني عمي موجود معاي، الطلاب يوم عرفوا ان عمي موجود معاي بدوا يضبطون علاقه، احمد صار الشخص اللي كان يطقطق عليه هذاك ويسحب كابه في المدرسه، شخص سيء. تبون تعرفون الاحداث اللي كانت تصير لي والجريات اللي كنت اسويها؟ ما عندي مشكله، طلب بسيط طلب بسيط، خلوني انزل قصص على راحتي عشان اقدر امخبخ لكم وما تسوون علي ضغط فيها.
قصة اليوم قصة بسيطة صارت لي في مرحلتي الابتدائية وحادثة صارت لي أيضا في مرحلتي الابتدائية وصلنا للنهاية. إذا عجبتكم لا تنسى اللايك والاشتراك. إذا حابين إني أكمل بالسوالف عن الماضي اللي خلينا نقول بيبدأ يصير سيء، أبي أشوف شيء يحمسني. اسمعوا، إذا قدرنا نوصل هذا المقطع يا جماعة الخير 200,000 والله كثير مرة. اسمعوني تقدرون، إذا وصلنا عدد لايكات كبير 200,000 لايك ابشروا بإذن الله بالمقطع الجاي عن الجريات واللي تبونها والأمور الطيبة في المقطع اللي جاي للقصة. وإذا تبون أنزل شطحات ثانية علمونا تحت يا جماعة الخير، أنا تحت أمركم أحاول قدر المستطاع إني أمتعكم بإذن الله أنكم تستمتعون معي سواء بفورت نايت ببجي بأي لعبة كانت أو برضو في القصص والشطحات. إذا عجبكم المقطع نرجع ونقول لا تنسى اللايك والاشتراك. إذا أنت جديد ما بقى لنا شيء على 3 مليون، واضح إني متحمس على 2 مليون. ما عليكم من الحلاقة يا جماعة، حلاقتي جاي فيها العيد أنا داري. عموما في صورة بأنزلها لي وأنا صغير في الانستا، اذا حاب تشوفها تابعني حسابي راح احطه تحت، وروح هناك اكتب تعليقك على مقطع اليوم واكتب لي تحت في اليوم، اكتب لي تحت في اليوم. يلا ما قعدت اخربط، الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم، احبكم، الله يسعدكم، شكرا لكل اللي تقدمونا لاخوكم احمد. فمان الله، مع السلامه، اشوفكم في مقطع قادم. جيش السواحات نسعى خلف القمه واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمه اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شادد ظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بدايه دامي سيد في الروايه، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحه نهايه.